سبقنا أن من واجبنا كسلطتين أن نتروى في أو أن لا نستعجل خلينا نقول في النقاش وأن نبحث كل القضايا التي نختلف حولها أن يتم استدعاء مختصين وأناس من خارج الحكومة من داخلها كذلك لإثراء الموضوع لكي نتوجه سويا كفريق واحد حكومة ولجنة إلى مجلس الأمة لمناقشة القانون على أمل الإقرار إن شاء الله. المقترح الذي يناقش الآن يعطي مجلس الوزراء تفويض تشريعي بتحديد مساحة سريان القانون على البقعة التي يحددها بالمرسوم. فهذا الرد على السؤال الأول. صلاحيات مجلس الأمناء، مجلس الأمناء مكون من يفترض أو المقترح هو أن يكون من شخصيات عالمية ومحلية ذات خبرة واختصاص بالإضافة إلى ممثلين الجهات الحكومية. صلاحية مجلس الأمناء هو وضع التشريعات اللازمة لتيسير المرفق بأكمله وتقوم أو يقوم مجلس إدارة الهيئة بتنفيذ ما يصدر من مجلس الأمناء. ولمجلس الأمناء حق عزل الهيئة الهيئة الإدارية العفو ولا يحق للهيئة أن تنفذ ما لا يصدر به قرار من مجلس الأمناء. فيوجد ما يسمى ب يعني الرقابة وال checks and balances أو يعني الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للجهتين لكي يكون في تناغم وتعاون ومراقبة على الأعمال. لا هو قرار نافذ تم اتخاذه في مجلس الوزراء أمس وهو قرار نافذ من الذاكرة لم يكون في استثناءات لحالات معينة علينا أن نمضي فيه وأن نعمل من خلاله ولا شك هذا القرار كسائر القرارات الحكومية خاضعة للتقييم والمراجعة و يعني علينا ألا نستعجل في ردة الفعل إلا بعد قياس الفائدة منا أو الضرر منه.